هاي انا كارولين بشتغل ساينس تيتشر بس بحب الطبيخ قوي وعندي كوكينج بلوج وجاي اطبخ النهارده مع يوسف. النهارده هنعمل جرين ابل سموذي. اول حاجه نحضر اللبن شاطر. طيب يوسف يلا اديني جرين ابل اهو. يوسف السبينتش مهمه لايه؟ بتديني عضلات. تاكل واحده؟ اه. وهات العسل. العسل افيد يا يوسف ولا السكر؟ العسل طبعا. شاطر. يلا نخلطه يا يوسف. اوكي اتفضلي. تعالي ندول سمودي اللي عملناه. اوكي. تحفه. طعم السبينتش باينه. حلوه. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا يوسف؟ هنعمل روستد فيجيتابلز وفيش فينجرز. نعملهم هيلثي زي ما عملنا السمودي؟ اه. طب يلا نعملهم واحنا بنشرب السمودي. اوكي. اديني بقى الكاروتس. بدل ما نقليها بقى في الزيت يا يوسف ممكن نحط حبه زيت زيتون. ندخله الفرن ونقلبه في النص شويه عشان يستوي ويبقى مقرقش زي الفرايز بالظبط، بس مش عايزين نسحن الصينيه قوي عشان ايه يطلع مقرقش. يويو نعمل بقى الفيش فينجرز، نعملها برده هيلثي مش هنقليها وهتطلع برده سوبر كرانشي. معانا بقى السمك، هات نتبله بملح وفلفل. نقلبه بقى ونعمل الجنب التاني. تيجي بقى نجيب بقيه الحاجه عشان نعمله كرانشي. كي. هات الزعتر والثوم من جنبك، حطهم في البانكو، دول اللي هيخلوا طعم الفيش حلو. يويو انا هعمل الدقيق والبيض وانت تعمل البانكو. اوكي. لما تديني سمك احطها هنا. اوكي خلاص كده يوسف احنا خلصنا، هنحطها في التري وندخلها الفرن. عايز انت تفرد الزيت؟ يس. حط بقى السمك. هنحط بقى زيت من فوق كمان يا يوسف عشان يبقى كرانشي من فوق ومن تحت. دي وصفة سهلة ممكن تتعمل في الويك اند ومبتاخدش وقت، والولاد ممكن يساعدونا وهيحبوها لان هي طعمها زي الحاجات المقلية بس في الاخر هيلثي. كرانشي انا سامعاك. كرانشي حلوة؟ الصوص ده حلو. الصوص بس الاكل مش حلو؟ الصوص ده حلو مع الاكل. احنا جبنا وصفة مش صحية وخليناها صحية وطلعت حلوة جدا، عايزاكم تجربوها. ولو عندكم افكار وصفات تانية مش صحية وعايزين نعملها بطريقة صحية ابعتوا قولولنا وهنعملها لكم. باي.